الغنى والشهرة والوضع الاجتماعي، حاجات كتير بنتمنى ان احنا نمتلكها، ولكن هل في الحقيقة نقدر نمتلكها ولا لا؟ الواحد مننا نفسه ان يكون غني. تخيل معايا انك عرفت ازاي تكون شخص غني. تخيل معايا ان انت شخص غني، ايه اللي ممكن تعمله؟ وعلشان خاطر كده جايب لك الفيديو ده. انا هشام مبارك وده فيديو جديد. قانون الأغنياء رقم 1، take the risk، خد المخاطرة، عيش المخاطرة. خليني كده أقول لكم إن أغنى أغنياء العالم هم الناس اللي بتاخد المخاطرة. أغنى أغنياء العالم هم الناس أصحاب المشاريع. خليني كده أكلمكم عن فئة كبيرة من المجتمع، فئة كبيرة بتحاول تدور على الأمان، هي الفئة اللي بتروح تشتغل الشغل الحكومي وتدور على الوظائف الحكومية، علشان خاطر الوظائف الحكومية فيها مرتب ثابت، وده اللي بيحصل لك كل شهر. هي الناس اللي بيكون المرتب بتاعها اللي في أول الشهر بيخلص في آخر الشهر، ويمكن كمان بيكون عليه بعض الديون. الناس دي ناس عمرها ما بتكون شخص غني، لأن هو بيدور على الأمان، ومفيش غنى في الأمان. مفيش أي شخص يكون غني وهو في منطقة الأمان. ابدأ بالمخاطرة، لأن المخاطرة حقيقية، وهو أن أنت تحاول تطلع بره الصندوق اللي هي الفلوس الحكومية، وتبدأ تطلع تعمل مشروعك الخاص. هتبدأ صغير، هتبدأ صغير، ممكن تفشل، ممكن تفشل، ولكن لو انت عملت زي فورد والمشاكل كتير اللي واجهت فورد، وكل ما يفتح المصنع بتاعه يتقفل، كل ما يفتح المصنع بتاعه يتقفل، وكل ما يحاول يعمل حاجة تضيع ويقدم على قروض كتير ولكن مش قادر، ده واحد من ضمن الناس اللي حاولت. ولكن الفكرة كلها في المخاطرة. خاطر وسيبك من الوظيفة الحكومية اللي انت بتبقى قاعد فيها مش بتتحرك. انا مش بقولك ان الناس اللي بتشتغل في الوظيفة الحكومية دول ناس وحشة، انا بقولك بس ان هم مش هيحاولوا او مش هيقدروا ان هم يتقدموا، لان هم بيفضلوا على نفس الوظيفة بنفس المرتب، يمكن بيزيد المرتب شوية. الزيادة دي هتكون ليك انت؟ خليني كده اسألك سؤال بسيط جدا. اي حد بيشتغل تحت اي شركة من الشركات، او اي حد بيشتغل تحت اي ادارة من الادارات، فهو بيشتغل الفلوس بترجع او العائد بيرجع للمدير الكبير او للشركة او لاصحاب الشركة او المشتركين في الشركة، او عامة لاصحاب الشركة نفسهم. ليه؟ لان انت بتشتغل تاخد مرتب والباقي بيروح لهم. صحيح في كهرباء، في مش عارف ايه، ومصروفات كتير جدا، ولكن العائد الكبير بيكون ليهم هم. انا مش بقولك ان هم دول ناس وحشين، ولكن دول ناس مبدعين، بدأ ان هم يعملوا شركة خاصة ليهم، وبدأ ان هم ياخدوا الريسك. تيك ذا ريسك، القصة الحقيقية في النجاح وان انت تاخد المخاطرة. استنوني في قوانين كتير للاغنياء وازاي تقدر تكون شخص غني بخطوات بسيطة جدا كل يوم فيديو. شكرا، السلام عليكم.